بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. باب الإظهار والإدغام. قال الناظم رحمه الله: سأذكر ألفاظاً تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها 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 وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. اللغة والمعنى: المراد بالإدغام هنا الإدغام الصغير، والألفاظ التي وعد بذكرها وبيان أحكامها هي كلمة إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، ومعنى تليها حروفها. يعني هو قال لنا باب الإظهار والإدغام، وبعدين قال لنا هذا هو الكلام على الإدغام الصغير. يعني شو معناها كلمة الإظهار والإدغام؟ معناها الحروف اللي سأذكرها لك يجري فيها الإظهار ويجري فيها الإدغام. يعني بعض القراء يدغمون الحروف هذه كلها في حروفها، وبعض القراء يظهرون ويدغمون، وبعض القراء يظهرون فقط. يعني القراء فيها توجيه مثل لذال إذ، تلقى هناك من يظهر قولا واحدا، وهناك من يدغم قولا واحدا، وهناك من يظهر ويدغم، يظهرها في بعض الحروف ويدغمها في بعض الحروف. هذا باش قال لنا باب الإظهار والإدغام. لكن على كلا الحالتين، سواء من أظهر وسواء من أدغم، فمن أظهر نقول هذا إظهار صغير، إذا كان متجانسين نقول إظهار متجانسين صغير، وإذا كان متقاربين نقول إدغام متقاربين صغير. يعني في لما نظهر نقول إظهار صغير، ولما ندغم نقول إدغام صغير. ليش؟ لأن هالحروف هذه اللي تدغم في غيرها كلها ساكنة، سواء كان ذا الإذ أو دال قد أو تاء التأنيث أو هل وبل. هذا باش احنا سميناه باب الإدغام الصغير أو باب الإظهار الصغير، سواء كان أظهرنا نقول إظهار صغير، وإذا أدغمنا نقول إدغام صغير. ليش؟ لأن الحرف الأول ساكن والأحرف الأخرى متحركة. أيه عند من يظهر اي هذا البيبان هذه اي هذا لا ما هو عندنا، خلينا من الاظهار بتاع النون الساكنه والميم الساكنه، هذاك بروحه، هذاك نقول اظهار حلقي واظهار شفوي واظهار مطلق. هذا وين؟ في باب النون الساكنه. اي النون الساكنه والميم الساكنه نقول اظهار، ونقول اظهار في بالنون الساكنه نقول اظهار حلقي، وفي باب الميم الساكنة نقولوا إظهار شفوي. فهمتني؟ وباب الإدغام في النون الساكنة إدغام بغنة أو إدغام بغير غنة، وفي الميم الساكنة نقولوا إدغام متماثلين صغير أو نقولوا إخفاء شفوي. لكن هذا على كلا الحالتين نقولوا إظهار إظهار متقاربين صغير أو إظهار متماثلين صغير، أو طبعا وإن كان في المتماثلين ما فيش إظهار متماثلين صغير، أيوة لابد يكون إدغام متماثلين صغير فيه، أيوة، لكن في التقارب والتجانس فيه، أيوة، نعم.
ومعنى تليها حروفها تتبعها حروفها. فإن أنا ما قال سأذكر ألفاظا، شنو هي الألفاظ اللي سيذكرها؟ اللي هي ذا الإذ ودال قد وتاء التأنيث وهل بل، هذه هي التي وعد وقال سأذكر ألفاظا تليها حروفها، يعني بعد ما يذكر الحرف الأول اللي هو بيت القصيد، يا أما يكون مظهر يا أما يكون مدغم، بعدين يذكر لك الحروف التي تليه، الحروف اللي تتعلق به سواء كان مدغمة أو مظهرة. أول ما بدأ بذا الإذ ثم ذكر حروفها، ثم بعد ذلك ذا القد ثم ذكر حروفها، ثم بعدين تاء التأنيث ثم ذكر حروفها، هل بل ثم ذكر حروفها، وهكذا. هذا باش هو قال سأذكر ألفاظا، يقصد بالألفاظ اللي هي ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث وهل بل، هذه هي الألفاظ. حروفها اللي يا أما تدغم فيها يا أما تظهر فيها، هذا معنى قوله سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. أيوة، تحفظ بالإدغام وتتضح من يظهر ومن يدغم من ومن. نعم. فإنه يذكر بعد كل كلمة من هذه الكلمات الحروف التي يدغم فيها أواخر هذه الكلمات، أو تظهر حسب اختيار، أو تظهر حسب صحة تظهر، إيه تظهر الحروف. نعم. أو تظهر حسب اختلاف القراء فيها. نعم. وسيذكر هذه الحروف في أوائل كلمات كما صنع في الإدغام الكبير. نعم. وقوله فدونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ من هذه الكلمات كلمة إذ، هذه واحدة، وخذ حروفها التي تدغم إذ فيها عند بعض القراء، وما يأتي بعد ذلك خذه سهل القياد. واضح المراد، مذللا قالك يعني سهلا. أيوة، واضح المراد، لا يستعصي عليك فهمه ولا يعسر عليك إدراكه. وقوله سأسمي معناه أنه سيذكر القراء أولا، إما بأسمائهم وإما يعني بعد ما يذكر مثلا الحرف الأول والحروف التي تليه، ثم بعد ذلك يا إما يسمي القراء، يقول لك راه مثلا الإمام نافع والإمام كذا والإمام كذا، يا إما يسمي القراء أو يرمز إليها برموزها. أنا سأسمي وبعد الحرف تسم حروف من، يعني بعد ما يذكر لك الحرف اللي بتدغم فيه بيدغم في غيره ويليه بحروفه التي يدغم فيها أو يظهر، بعد ذلك شنو يدير؟ يا إما يسمي لك القراء بأسمائهم أو ألقابهم، أو يذكر لك رموز القراء، يذكر لك الرموز. واللي استعمل في هذا الباب اللي هي الرموز الحرفية، يا أما الأسماء يا أما الرموز الحرفية في هذا الباب، في باب الإدغام الصغير والإظهار الصغير ما استعملش الرموز الكلمية، كل الرموز اللي استعملها هي الرموز الحرفية أو الأسماء، يا إما يسمي لك القاري باسمه أو بلقبه أو يرمز إليه بالحرف الذي اختص به، الرموز الحرفية. نعم. وقوله سأسمي معناه أنه سيذكر القراء أولا إما بأسمائهم وإما بالرموز الدالة عليهم، ثم يأتي بعد الرمز بواو فاصلة تفصل بين الحروف الدالة على القراء والحروف التي تضام فيها أو تظهر. أو يعني تظهر، شن بدير؟ أول حاجة إذا كان يا أما يسمي لك القاري باسمه، ثم يأتي بالواو فاصلة، ثم يذكر لك الحروف التي يظهرها القاري أو يدغمها، هذه قاعدة، أو يرمز للقاري ثم يأتي بالواو الفاصلة، يرمز للقاري بحرف الرمز، ثم بعد ذلك يأتي بالواو فاصلة
وبعدين بعد ما يأتي بالواو فاصلة يذكر لك الحروف اللي يضغم فيها القارئ أو يظهر فيها. فهمنا؟ نعم. والحروف التي تضغم فيها أو تظهر عندها هذه الكلمات، وبعد ذكر هذه الواو يذكر الحروف التي يضغم فيها القارئ هذه الكلمات أو يظهرها عندها، فهو لا يأتي بهذه الواو إلا إذا ذكر القارئ برمزه، فإذا ذكره باسمه الصريح استغنى عنها لعدم اللبس حينئذ، وسيسير على هذا المنهج في دال قد وتاء التأنيث وهل وبل والسيما العلامة وراق الشيء صفا. ومعنى قال لك إذا سميت القارئ يعني نذكر الحروف اللي بعدها اللي يظهر فيها وإلا يضغم الواه، يعني ما دام سميته باسمه سميته باسمه يبقى ما فيش داعي للواو الفاصلة، لأن يصبح الحروف لما بنذكرها الحروف اللي يضغم فيها أو يظهر فيها عندما نذكرها يبقى ما فيش لبس، لكن عندما نرمز للقارئ بالرمز الحرفي لابد من الإتيان بالواو فاصلة بينها وبين الحروف التي تضغم أو تظهر، لأن حينئذ يكون فيه لبس. أيوة، لابد يبين الحرف الأول اللي هو حرف القارئ يشبه هو الأول، وبعدين يأتي بالواو الفاصلة، ثم بعد ذلك يأتي بالحروف أو الأحرف التي يضغم فيها أو يظهر فيها. نعم. وراق الشيء صفا، ومعنى احتل بذهنك أحيلا، احتل بذهنك على معرفة هذه الأحكام وعلى استخراجها من النظم. أيوة، فاحتل بذهنك أحيلا، يعني شغل دماغك زي ما يقولوا، شغل عقلك واعرف هذه الحروف وميز ما بين حروف القراء وحروف الهجاء، ميز بيناتهم. نعم. باب ذال قد ذال إذ ذال إذ. أيوة، باب ذال إذ. طبعا عندنا أول ما بدأ بذال إذ، ثم بعد ذلك ذكر حروفها. ذال إذ عندها ثمانية أحرف، ذال إذ عندها ثمانية أحرف، أما حرفان فهي مضغمة فيهما مطلقا لجميع القراء، حرفان ذال إذ تضغم في حرفين لجميع القراء، أما الستة أحرف فبعض القراء يضغمها فيها كلها وبعض القراء يظهرها فيها كلها وبعض القراء يظهر ويدغم. الحرفان اللذان تضغم فيهما ذال إذ عندنا تضغم في ذال مثلها للتماثل، وذنون إذ ذهب مغاضبا أضغمت هنا ذال إذ في ذال بعدها للتماثل، وأضغمت في الظاء إذ ظلمت، إذ ظلموك ولا إذ ظلمتم، يعني أضغمت في الظاء للتجانس. إذن هذان حرفان ذال إذ تضغم فيهما لجميع القراء اللي هي الذال، ذال مثلها تضغم فيها للتماثل والظاء تضغم فيها للتجانس. نقول في ذال إذ مع الذال نقول إضغام متماثلين صغير، وفي الظاء نقول إضغام متجانسين صغير. بعد ذلك تكلمنا على ذال إذ مع حروفها الستة الباقية من الثمانية، قال نعم، طبعا جاوب لك بدالك زي ما وعد، قال لك أول حاجة أنا سأذكر لك، أنا حنفذ لك الكلام اللي قلت لك عليه، فقال نعم إذ، هذه ذا الإذ، إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال، ستة أحرف
تمشت اللي هي التاء، تمشت زينب اللي هي الزاي، صالة اللي هي الصاد، دلها اللي هي الدال، سمية اللي هي السين، جمال اللي هي الجيم. يبقى الحروف التي تظهر فيها ذا الإذ وتدغم هي ستة أحرف: التاء، إيه وبعدين والزاي والصاد والدال، مش الذال، والدال والسين والجيم. هذه الحروف الستة بعض القراء أظهرها في جميع حروفها الست، وبعض القراء أدغمها في جميع حروفها الست، وبعض القراء أدغمها في بعض وأظهرها في بعض. قال: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا مضى توصل. فإظهارها بيقول لك فإظهارها أجرى دوام نسيمها. ذا الإذ تظهر في حروفها الست للإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم. بعد ما ذكر الحروف اللي هي تمشت زينب صال دلها سمية جمال، هذه الحروف ما هيش حروف قراء، هذه الحروف اللي تظهر فيها ذا الإذ وتدغم. بعد ذلك أتى بالواو فاصلة وقال وجاب الحكم. شنو الحكم؟ فإظهارها أي إظهار ذا الإذ في هذه الحروف الستة أجرى، الرمز للإمام نافع، أجرى دوام الدال للإمام ابن كثير، نسيمها اللي هي للنون لعاصم. صار عندنا الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم يظهرونها في جميع حروفها الست. حروف الثمانية حرفين هذا باتفاق مدغمة، والحروف الستة القراء ثلاثة ورواتهم أظهروا هذه الذال إذ في جميع حروفها الست. هذا بس قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. يعني أتى بالأسماء ولا أتى بالحروف؟ أتى بالحروف. خلاص انتهي الحكم للإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم. عرفنا لما بنشرح نقول إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل. قولوا أخبر الناظم أن ذال إذ تظهر وتدغم في الحروف الآتية التي هي التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم. ثم بعد ذلك أتى بالواو فاصلة وقال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. قولوا أخبر الناظم أن المرموز لهم، لأنهم أكثر من اثنين، أن المرموز لهم بالألف من أجرى والدال من دامة والنون من نسيمها، وهم الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام عاصم، أظهروا ذال إذ في حروفها الست. ثم بعد ذلك انتقل وجاب الواو فاصلة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصلا، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجده دائم ولا. المعنى بعد ما ذكرنا القراء الثلاثة الذين أظهروها في جميع حروفها اللي هي أجرى دوام نسيمها، بعدين جاب الواو فاصلة وقال
وأظهر ريا قوله واصف جلاء. الراء لمن؟ الإمام الكسائي. والقاف لمن؟ لخلاد. إذن عندنا الإمام الكسائي والإمام خلاد عن حمزة أظهروها في حرف الجيم، وأظهر ريا قوله، وبعدين جاب الواو فاصلة وجابنا حرف الجيم، وأظهر ريا قوله واصف جلا. إذن الإمام الكسائي والإمام خلاب عن حمزة أظهر ذا الإذ في حرف الجيم، بقية الحروف أدغماها. صار الإمام الكسائي والإمام خلاد أظهروها في حرف الجيم فقط وأدغموها في بقية الحروف. إذن نقول أخبر الناظم أن المرموز له بالراء من راويه والقاف أو من ريًا، أخبر الناظم أن المرموز له بالراء من ريًا والقاف من قوله، وهما الإمام الكسائي والإمام خلاد عن حمزة أظهر ذال إذ في حرف الجيم. بس يبقى بقية الحروف أدغماها فيها وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصلا تؤم دره. ضنكا ظالما ضاد لمن؟ الإمام خلف عن حمزة. وأدغم ضنكا واصلا تؤم دره، يبقى الإمام خلف عن حمزة أدغم ذال إذ في التاء تؤم من تؤم والدال من دره. إذن الإمام خلف أدغمها في حرفين، في التاء وفي الدال، وأظهرها في الباقي، يعني أدغمها في حرفين وأظهرها في أربعة أحرف. إذن نقدر نقول أن الإمام خلف أدغمها في أربعة أحرف قولاً واحداً، اللي هي التاء والدال وذال مثلها وظاء اللي تكلمنا عليها من البداية، اللي من الأول. بالنسبة للإمام خلف هي عندها ثمانية أحرف، فأدغمها في أربع وأظهرها في أربع. بالنسبة للحروف اللي هي تليها أدغمها في التاء وفي الدال، وأدغمها في الذال للتماثل، وأدغمها في الظاء للتجانس. يبقى في الدال أدغمت أيضا ذال إذ في التاء في الدال للتقارب، وأدغمت في التاء برضو للتقارب، وأدغمت في الظاء للتجانس، وأدغمت في الذال للتماثل. هذا وأدغم ضنكا واصلا تؤم دره، وأدغم مولا وجده دائما الإمام ابن ذكوان المرموز له بالميم من مولى، أدغمها في حرف واحد في الدال. وأدغم مرو واكفا، وأدغم مرو مولا، وأدغم مولا في الدال، يبقى أدغمها في الدال مولا، أدغمها في الدال وأظهرها في الباقي. يبقى نقول ابن ذكوان أدغم ذال إذ في ثلاثة أحرف، في ذال مثلها للتماثل، وفي الظاء للتجانس، وفي الدال للتقارب، وأظهرها في خمسة أحرف. الخمسة اللي أدغمها فيها خمسة لما هم ستة نحينا منهم الدال، وأدغم مولا وأظهر، ولا قال وأدغم مولا، أي وأدغم مولا وجده دائما، يعني أدغمها في الدال وأظهرها في الباقي. يبقى خمسة أحرف أظهرها فيها
ونقول هذا إظهار متقاربين صغير، إظهار متقاربين صغير، ونجو في الدال ونقول إدغام متقاربين صغير، وفي الذال نقول إدغام متماثلين صغير، وفي الظاء نقول إدغام متجانسين صغير. يبقى أدغمها في خمسة، أظهرها في خمسة أحرف وأدغمها في حرف الدال. النتيجة أن الإمام نافع وابن كثير وعاصم أدغموها في جميع حروفها، أظهروها في جميع حروفها، أيوة. والإمام الكسائي وخلاد أدغماها في بعض الحروف وأظهرها في بعض الحروف، يبقى أدغماها في حرف الجيم فقط، أيوة، حرف الجيم أظهروها وأدغموها في بقية الأحرف. الإمام خلف أدغمها في التاء والدال وأظهرها في الباقي. ابن ذكوان أدغمها في الدال وأظهرها في الباقي. من ما زال ما ذكره الناش؟ الإمام أبو عمرو والإمام هشام. الإمام أبو عمرو والإمام هشام أدغموها في جميع حروفها الثمانية. مين نأخذهم؟ من ضد فإظهارها أجرى دوام نسينها. من ضد المدغمين، من ضد المضعرين نأخذ المدغمين، الإمام أبو عمرو والإمام هشام أدغماها في جميع حروفها الثمانية، أدغماها في حروفها الستة للتقارب، وأدغماها في حرف الذال للتماثل، وأدغماها في حرف الظاء للتجانس. هذا بالنسبة لذال إذ فهمناها. تفضل أقرأي. الحروف التي تظهر عندها أو تضغم فيها ذال إذ ستة، وهي أوائل الكلمات الستة التي تلي إذ، وهي التاء من تمشت، والزاي من زينب، والصاد من صال، والدال من دلها، والسين من سمي، والجيم من جمال، نحو إذ تمشي، وإذ تخلق، وإذ زين، وإذ زاغت، وليس في القرآن غيرها، وإذ صرفنا ولا ثاني له في القرآن، إذ دخلوا، إذ دخلت، إذ سمعتموه، وإذ جعلنا، إذ جاءتهم. والواو في قوله واصلة فاصلة، قوله جلا تتمة البيت. ثم أخبر أن نافعا وابن كثير وعاصما أظهروا ذال إذ عند الحروف الستة، وأن الكسائي وخلاد أظهر ذال إذ عند الجيم خاصة، فيكون لهما إدغامها في باقي الحروف. ثم أخبر أن خلفا أدغم في التاء والدال، فيكون له الإظهار في الحروف الأربعة الباقية، وأن ابن ذكوان أدغم في الدال فقط، فيكون له الإظهار في باقي الحروف، فيبقى من القراء أبو عمرو وهشام، فيكون لهما الإدغام في الحروف الستة. والخلاصة أن نافعا وابن كثير وعاصما يظهرون عند الحروف الستة، وأن أبا عمرو وهشاما يدغمان في الحروف الستة، وأن الكسائي وخلادا يظهران عند الجيم ويدغمان في الباقي، وأن خلفا يدغم في التاء والدال ويظهر عند الباقي، وأن ابن ذكوان يدغم في الدال ويظهر عند الباقي، وصال بمعنى استطال، والدال الدلال، والسمي الرفيع، والنسيم الريح الطيبة، والري الرائحة العبقة، وجلا كشف، والضنك الضيق، والتوم جمع تومة، وهي خرزة تعمل من الفضة كالدرة، والمولى الولي، والوجد الغنى، والولى بكسر الواو المتابعة. باب دال قد. وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا. إذن دال قد عندها كم حرف؟ عندها ثمانية أحرف اللي مذكورة هنا، ثمانية، وعندها حرفان تدغم فيهما لجميع القراء، يعني عندها عشرة أحرف،
دال قد تدغم في تاء في دال مثلها وقد دخل، وتدغم في التاء قد تبين، هذان الحرفان تدغم فيهما لجميع القراء. أما الحروف اللي مختلف فيها فهي ثمانية، وقد هذه دال قد سحبت ذيل ظفر ظل، وقد سحبت ذيل ظفر ظل زرنب جلته صباه شائقا. ثمانية أحرف هذه تدغم فيها وتظهر، تدغم فيها لجميع لبعض القراء، وتظهر يعني تظهر فيها لمجموعة من القراء، وتدغم فيها لمجموعة من القراء، وتظهر وتدغم لبعض القراء. هذا معنى قوله وقد سحبت ذيل ضفت ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. بعدين قال فأظهرها نجم بدا دل واضحا. فأظهرها نجم بدا دل واضحا، نفس القراء اللي هم أظهروا ذا الإذ في حروفها غير يعني تقدم وتأخر الرمز. قال فأظهرها نجم بدا ضل واضحا. قالون اللي هو ورش تخلف ورش. يبقى عندنا عاصم وقالون وابن كثير. عاصم وقالون وابن كثير أظهروها في جميع حروفها الثمانية. من هم عاصم وقالون وابن كثير. وابن كثير أظهرها نجم بدا دل واضحا. ما نقولوش الأصل، ما هيك مرة هيك. قالون هذا قالون ابن كثير وعاصم ديما يظهرون مع بعض. مع بعضهم هذا ديما يظهرون حتى في تاء التأنيث. الظاهر أشهر عندهم يعني. فأظهرها نجم بدا ذل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآنا. اللي هو الإمام ورش أدغمها في حرفين. أيوة الضاد والضاء. بعدين قال وأدغم ورش ضر ظمآنا وأدغم مرو واقف وأدغم مرو واقفا ضير ذابل زواظله زواظله. أيوة ضير ذابل زواظله، يعني ابن ذكوان أدغمها في أربعة أحرف. إيش قال وأدغم مرو واقف ضير ذابل ضير ذابل زواظله زواظله، يعني في الضاد والضاء والذال والزاي والزاي. هذا ابن ذكوان ورش أدغمها في حرفين، وبالنسبة لابن ذكوان أدغمها في أربعة أحرف وأظهرها في أربعة أحرف. وأدغم مر واكفا غير ذابل زواظله وغر تسده كالكلى. وفي حرف زين وفي حرف زين هشام خلاف خلاف لورشي وفي خلاف ومظهر زينا خلاف ومظهر هشام ومظهر هشام. وفي حرف زينا خلاف المن لابن ذكوان له فيه الإظهار وفيه الإدغام. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني الإمام ابن ذكوان له فيها وجهان، له فيها الإظهار وله فيها الإدغام. وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه اللي هي لقد ظلمك. أيوة هذه هي الكلمة الموجودة في صاد لقد ظلمك بسؤال نعجتك. أظهرها هشام وخالف أصلها. أيوة وخالف فيها أصلها فيها. وبقية الأحرف أدغمها. صار إذن عندنا عاصم قالون وابن كثير أظهروها في جميع حروفها. ورش أدغمها في حرفين الضاد والظاء وأدغمها في الباقي. ابن ذكوان أدغمها في أربعة أحرف، إلا أنه في حرف الزاي في ولقد زينا في نفس الكلمة هذه فقط. أيوة له فيها الخلاف.
والإمام هشام أظهرها أو أدغمها، أدغمها في لقد ظلم مظهر مظهر إلا في لقد ظلمك في سورة صاد. به من قال نقعدنا قعدنا الإمام أبو عمرو والإمام حمزة الإمام أبو عمرو والإمام الكسائي والإمام حمزة ومعهم هشام، أي لأن هشام ما يظهر الشاه إلا في لقد ظلمك. أيوة نعم، هذوما لهم الإدغام، يعني اللي عندهم الإدغام قولا واحدا اللي هو أبو عمرو وحمزة والكسائي. لا ما هشام عنده هيك وهيك في موضع واحد، يعني يعتبر مدغم، يعتبر مدغم. ثالثا اللي يظهرون قولا واحدا عاصم وقالون وابن كثير، واللي يدغمون قولا واحدا أبو عمرو، أبو عمرو وحمزة والكسائي ومعهم هشام إلا في كلمة واحدة فله فيها الإظهار. اللي ليهم الإظهار والإدغام اللي هم ورش وابن ذكوان، ورش أدغمها في حرفين وأظهرها في الباقي، باقي. وابن ذكوان أدغمها في أربع وأظهرها في الباقي، وله في حرف وجهان الإدغام والإظهار. هذه بالنسبة لدال قد. يبقى عرفنا أن دال قد قداش عندها حرف؟ قلنا قلنا عندها عشرة. أيوة اللي مختلف فيها عشرة، ثمانية. أيوة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى. يبقى الحكم مرة ثانية، هو مفروض علمناه حتى متاع ذال إذ ما علمناش الأحكام. نعم، إذ تمشت زينب صال ذلها سمية جمالا واصلا من توصل. هذا هنا حكم، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، هذا حكم. وأظهر ريا قوله، وأظهر ريا قوله واصف جلا، حكم. هذا حكم. وأدغم ضنكا واصلا تؤم دره، حكم. هذا حكم. وأدغم مولى، وأدغم مولى مجده دائما ولا، حكم. هذا حكم. هذه مرتبة على أيوة، هذه بالنسبة لذا الإذ. جلد القد. وقد سحب الذيل ضفى ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا، هذا حكم. فأظهرها نجم بدا دل واضحا، هذا حكم. وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى، وأدغم ضنكا وأدغم مولا وأدغم مرو واكفا ظير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا، حكم. وفي حرف زينا خلاف حكم. ومظهر هشام، ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة. أيوة هذه بالنسبة للحكم الله، هذه الأحكام. المعنى: الحروف التي تظهر عندها دال قد أو تدغم فيها ثمانية، وهي التي تضمنها أوائل كلم وقد سحبت، وهي السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين، نحو قد سمع، ولقد ذرأنا، ولقد ضربنا، فقد ظلم، ولقد زينا، قد جاءكم، ولقد صرفنا، قد شغفها. وقد أخبر أن عاصما وقالون وابن كثير أظهروا دال قد عند حروفها الثمانية، وأن ورشا أدغمها في الضاد والظاء فقط وأظهرها عند الستة الباقية، وأن ابن ذكوان أدغمها في الضاد والذال والزاي والظاء وأظهرها عند الأربعة الباقية. واختلف عن ابن ذكوان في ولقد زينا السماء الدنيا، فروي عنه فيها وجهان الإدغام والإظهار، وأظهرها هشام في لقد ظلمك في سورة صاد، وأدغمها في الأحرف الثمانية ما عدا هذا الموضع، فتعين الإدغام في جميع الحروف لمن لم يذكرهم، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. والخلاصة
أن قالون وابن كثير وعاصما يظهرون دال قد عند حروفها الثمانية، وأن أبا عمرو وحمزة والكسائي يدغمونها في الثمانية، وأن ورشا يدغم في الضاد والضاء ويظهر عند الباقي، وأن ابن ذكوان يدغم في الضاد والذال والزاي والضاء، واختلف عنه في ولقد زينا السماء بين الإدغام والإظهار، ويظهر عند باقي ويظهر عند الباقي الأحرف، وأن هشاما يظهر في موضع صاد ويدغم في غيره من المواضع. يقال علله إذا سقاه مرة بعد مرة وضفى طال، ويقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وقد يراد به الدوام. والزرنب شجر طيب الرائحة، ومرو اسم فاعل من أروى، والواكف الهاطل وكف البيت هطل، والضير الضر، والذابل النحيف. زوى الشيء جمعه ومنه الزاوية لأنها تجمع الفقراء. الظل معروف، والوغر جمع وغرة وهي شدة توقد الحر. تسداه علاه الكلكل الصدر من أي حيوان آدمي أو غيره. طيب، هذه بالنسبة لدال قد، وننتقل إلى تاء التأنيث. باب تاء التأنيت. قال وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا. قديش حرف ضمة؟ ستة. أيوة. وأبدت، هذه تاء التأنيث، وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا، هذه حروفها الستة. تاء التأنيث لها ستة أحرف اللي اختلف فيها القراء، ولها ثلاثة أحرف اتفق فيها القراء. ثلاثة أحرف التي اتفق فيها جميع القراء اللي هي التاء والدال والطاء، كلها في التاء أدغمت للتماثل، وفي الطاء والدال أدغمت للتجانس، واختلف القراء في ستة أحرف اللي هي وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا. أيوة، هذه حروف التي اختلف فيها القراء. فقال الناظم وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهارها در نمته بدوره. نفس الشيء، إظهارها در نبت كثير نمته بدوره. در نمته بدوره. بدوره نفس اللي فات. يعني الإمام ابن كثير والإمام عاصم وقالوا والإمام قالوا أظهروها في جميع حروفها الست. ست. فيظهرها در نمته بدوره. وأدغم ورش ظافرا. وأدغم ورش ظافرا ومخولا. مخولا. كان الظالم. في الظاء. باه. بعدين قال وأظهر كهف وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي. الإمام ابن عامر. ابن عامر. أظهرها عند السين في ثلاثة أحرف. السين والجيم في ثلاثة أحرف. وأظهر كهف وافر، هذه الواو فاصلة. شوفوا كيف فصل هنا بين رمز القاري اللي هي الكاف والواو، وبعدين جاب الواو فاصلة. وافر. وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي. يعني السين والجيم والزاي. والزاي. هذا ابن عامر أظهرها في الحروف الثلاثة. ما زال شوية. وأظهر كهف وافر سيب جودي. إيه؟ وأظهر كهف وافر سيب جودي زكي. زكي وفيه مصدر. وأظهر راويه هشام لهدمت صوامعه. بالنسبة للإمام هشام أظهرها في هدمت صوامع في سورة الحج. ده وأظهر رويه هشام لهدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان افتلى وجبت جنوبها في سورة الحج. حتى هي الإمام هشام الإمام ابن ذكوان له فيها الخلاف. يبقى اتفق الراوية ابن هشام فيش ابن عامر راوياه اتفق فيش في هي قلنا
حروف الثلاثة والثلاثة. أول حاجة كهف هو إيه؟ الحروف اللي اتفقوا على إظهارها أو اتفق الراويان على إظهارها الكاف والسين الكاف والجيم والزاي. أيوة. بعدين عندنا ابن ذكوان اختلف برضو في الجيم لأن وجبت جنوبها من ضمن الحروف اللي اتفقوا وأظهر كهف وافرا زيب جوده جيم. نعم قال واختلف ابن ذكوان ورد عنه وجبت جنوبها وجب عن يعني الإضغام ورد عنه الإظهار والإضغام. عندنا هشام في الصاد هي يبقى الصاد والجيم في البداية ما اختلفوش فيها. الصاد يعني ابن عامر كله قال وأظهر معكم سيب جوده زكي في الصاد. الصاد مش موجودة مع الثلاثة الحروف يعني الأصل فيها الإدغام. أيوة نعم. الصاد الأصل فيها الإدغام يعني ابن ذكوان بيدغمها. أيوة زي لكن هشام هشام يظهرها. يبقى عندهم حروف اتفقوا فيها اللي هي السين سين لا الجيم لا اختلفوا فيها وجب الجنوب لا خلاف يعني لهم فيها وجهان يعني هو وجب خلف ابن ذكوان ابن ذكوان عنده فيها الإظهار وعنده فيها احنا نبو الحرفان اللذان اتفقا هم اثنين على إدغامهما السين والزاي السين والزاي والزاي يظهروا يظهرهم اتفاق هذا اتفقوا على إظهارها باتفاق. أيوة اتفقا على إظهارهما السين والزاي السين والزاي والزاي. أه؟ إدغامها الثاء والضاء أظهرها كم هذه اتفقوا على إدغامها إدغامها أيوة اللي هي الثاء والضاء والضاء أيوة هذا ابن عامر يدغمها الراويان نعم أيوة. اتفقا على إدغامها واختلفا في الصاد وفي الجيم أيوة واتفقا على السين والزاي الزاي. السين والزاي اختلف على إظهارها يعني. نعم والثاء والضاء اتفقا على إدغامها واتفق واختلف في الصاد والجيم أيوة الصاد ابن ذكوان أدغمها أدغمها نعم وهشام أظهرها وهشام أظهرها أظهرها هدمت صوامع والجيم هشام أدغمها أدغمها لكن لازم حد الموضع يا شيخ الإدغام في واحدة بس في مواضع معينة إذا هدمت وجبت إيه 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 زي حصرت صدوره لا أدغمها أدغمها أيوة. أدغمها أيوة هذا باش احنا قلنا الصاد في هدمت صوامع الجيم في وجبت هذه أظهرها هشام وأدغمها ابن ذكوان وجبت جنوبها بالنسبة لهشام أدغمها أدغمها نعم ولا أظهرها أظهر كاف الواقع سيد جوده زكي نعم أظهرها أظهرها نعم أظهرها نعم لكن ابن ذكوان عند فئة وجهان الخلاف عند فئة الإظهار والإظهار هذه بالنسبة للتأنيث نعم فإظهارها در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب جوده سيب جوده زكي وفي عسرة ومحللا وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى المعنى الحروف التي تظهر عندها أو تدغم فيها تاء التأنيث ستة السين والتاء والثاء والضاد والزاي والضاء الصاد والزاي عاودها مرة ثانية الحروف التي تظهر عندها أو تدغم فيها تاء التأنيث ستة السين والثاء والصاد والزاي والضاء والجيم نحو أنبتت سبع سنابل كذبت ثمود حصرت صدورهم كلما خبت زدناهم كانت ظالمة نضجت جلودهم وقد أظهرها عند جميع حروفها ابن كثير وعاصم وقالون
ومن أدغمها في جميع حروفها؟ أبو عمرو. أبو عمرو وحمزة. وحمزة والكسائي. أيوة، أبو عمرو وحمزة والكسائي أدغموها في جميع حروفها. الإمام ورش أدغمها في حرف واحد فقط، اللي هو الضاء فقط، وأظهرها في جميع حروفها الباقية، اللي هي ستة. نعم. وأدغمها ورش في الضاء فقط، وأظهرها عند الخمسة الباقية، وأظهرها ابن عامر عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الثلاثة الباقية، غير أن هشاما عنه أظهرها في لهدمت صوامع، وأن ابن ذكوان اختلف عنه في وجبت جنوبها بين الإظهار والإدغام، ولكن المحققين على أن الإدغام ليس صحيحا عنه، بل الصحيح عنه الإظهار. يعني ما مشي مع يعني يوافق شيخه، لأن شيخه يظهرها في الجيم. صحيح الإظهار. الصحيح أن عند فهل الإظهار. نعم. وبقي من القراء أبو عمرو. يعني على الأصل يعني. قاعد على الأصل. نعم. وبقي من القراء أبو عمرو وحمزة والكسائي، فمذهبهم الإدغام في جميع الحروف. والخلاصة أن ابن كثير وعاصما وقالون أظهروا تاء التأنيث عند حروفها الستة، وأن أبا عمرو وحمزة والكسائي أدغموها في الحروف الستة، وأن ورشا أدغمها في الضاء وأظهرها عند الخمسة الباقية، وأن ابن عامر من الروايتين أظهرها عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الثاء والضاء والصاد، غير أن هشاما أظهرها عند الصاد في لهدمت صوامع، وأدغمها في حصرت صدورهم، كما أدغمها في الثاء والضاء في جميع المواضع. والسنى الضوء، الثغر ما تقدم من الأسنان، زرق جمع أزرق يوصف به الماء لشدة صفائه، والظلم بفتح الظلم بفتح الضاء ماء الأسنان وهو الريق، والورد والورود العطر الطيب الرائحة، الطلا بالمد ما طبخ من عصير العنب، الظافر الفائز، المخول المملك يقال خوله الله كذا ملكه إياه، العسرة الملجأ المحلل المكان الذي يحل فيه، يفتلى من فليت الشعر بكسر الشين إذا تدبرته واستخرجت معانيه، وفليت شعر الرأس بفتح الشين إذا أخرجت ما فيه من المؤذي، وفيه إشارة إلى ضعف الخلاف عن ابن ذكوان، فليس له في وجبت جنوبها إلا الإظهار كما تقدم. الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في هذا القدر الكفاية، والله الموفق للهداية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب.